الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم الخامس من شهر برمودا المبارك أحسن الله القضاء وعاد علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي أمين. في مثل هذا اليوم تنيح النبي العظيم حزقيال بن بوزة الكاهن، وكان هذا الصديق كاهنا، ثم سباه نبوخذ نصر إلى بابل مع يهوياكين الملك، وهناك عند نهر خابور في أرض الكلدانيين حل عليه روح الرب فتنبأ بأمور عجيبة مدة 22 سنة، منها قوله عن ميلاد السيدة العذراء والدة الإله وبقائها بعد الولادة عذراء، إن الرب أراه متجها للمشرق وهو مغلق، وقال له هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا، وتنبأ عن المعمودية التي تقدس نفس الإنسان وجسمه وتلي قلبه الحجري وتجعله ابنا لله بحلول الروح المقدس عليه، وبكت الكهنة على تركهم تعليم الشعب وحذرهم من ذلك مبينا لهم أن الله يطلب نفوسهم منهم أنهم أهملوا تعليمهم، ثم تنبأ عن القيامة العامة وعن قيامة الأجساد بأرواحها التي كانت متحدة بها وعن مجازاتها بما تستحق، وذكر أقوالا كثيرة نافعة لكل من يقف عليها، وأظهر الله على يديه آيات عظيمة. ولما عبد بنو إسرائيل الأصنام في بابل بكتهم، فوسب عليه رؤسائهم وقتلوه ثم دفنوه في مدافن سام وأرفكشاد. صلاة تكون معنا أمين. في هذا اليوم تذكر نياحة يعقوب بن زبدي. صلاة تكون معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديس هيباتيوس أسقف غنغرة في إقليم بفلغونيا، ورأس هذه الإبراشية وساس شعبها في أوائل القرن الرابع، فحضر المجمع المسكون النيقاوي الأول سنة 325 ميلادية، وكان من آباء العظام المحامين عن ألوهية كلمة الله ومساواته لأبيه في الجوهر، مفندا ضلال الهرطقة والأريوسيين والأبوليناريين وأنوفاتيانين وغيرهم، وقد شرفوا الله بموهبة صنع العجائب التي فعلها في أوقات كثيرة بأنواع عديدة، ولهذا لقب بالعجائب. ومن عجائبه أنه في أيام الملك قسطندي ابن قسطنطين العظيم دخل من البر إلى المخازن الملكية تنين مخيف، فأرسل إلى القديس طالبا منه أن يمضي إلى المخازن ويقتل هذا التنين، فذهب الراعي القديس إلى هناك، وبعد أن صلى قال للخدام أن يجمعوا حطبا في ساحة المدينة ويضرموه به النار، ففعلوا، فأخذ القديس عكازه ووضعوا في فم التنين وقادوا بها ملجما إلى الآتون، فاحترق. وتذكارا لهذه الأعجوبة أمر الملك بتعليق رسم القديس على جدران المخازن. وفيما كان القديس راجعا من نيقيا بعد انعقاد المجمع المسكون الأول قاصدا غنغرة، خرج عليه فريق من الهراطقة كانوا قد كمنوا له في الطريق، فوسبوا عليه ورجموه بالحجارة ومات شهيدا في يوم 31 أذار، ثم طرحوا جسده في مخزن تب. فلما علم أهالي مدينة غنغرة بوفاة راعيهم الصالح أسرعوا إلى المحل الذي قتل به ونقلوا بقاياه المقدسة بكل إكرام ودفنوه في المدينة. بركاته تكون معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.